نجمة مصر الأولى لقب خضها، توزيع وأفلام كبيرة اتعملت في الأرشيف، ده اللي مخلي نبيلة عبيد لغاية دلوقتي مش قادرة تعمل حاجة جديدة، خايفة على تاريخها يتهز. السوق والمناخ دلوقتي مش متاح لأن احنا نقدم النوعية اللي اتعملت زمان. بصي، هو الأفلام اللي بتتعرض عليا دلوقتي يعني بقعد أفكر، هو بيبقى طبعا ولازم انا ابقى في وسط شباب وشابات ومعايا جروب كبير وكده، لكن ببقى خايفه يعني ايه اقول طيب اخر اسم كان سعيد مرزوق اللي اشتغل، سعيد ده مرزوق اللي اشتغلت معاه، طب هيكون بعد سعيد مرزوق هيكون في مين؟ عشان انت لما تيجي تقولي اشرف فهمي، حسين كمال، عاطف الطيب، علي عبد الخالق، ناس الدغريدي، يوسف شاهين، سعيد مرزوق مرتين، هتيجي تقولي هتحطي مين بعد دول؟ فافضل كده وافضل بقى متلجه زي ما انا متلجه معاه كده. ايوه، يعني انت مؤمنه بالمخرج لان الجيل الجديد دلوقتي هو اللي يعني مؤمن بنفسه ان هو الاساس والمخرج بيجي بعد كده. انت مؤمنه ان المخرج هو اساس العمل؟ المخرج والورق الاثنين مع بعض، لازم يكون في مخرج ولازم يكون في ورق، دول اللي يخلوني اقول اوكي حاضر واخش اشتغل وانا مرتاحه جدا جدا جدا. طبعا مش الادوار زي الاول، ولكن طبعا في ام بتطلع. يعني انا كنت اتفرج على 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 حاجات، البنت راحت على شرم الشيخ، راحت على شرم الشيخ وبتجري وتروح، طب فين اهلها؟ شكرا، ميرسي، ربنا يخليك، شكرا، الف شكر. طب فين اهلها اللي بيسالوا عليها؟ أو أقول إيه؟ ملهاش طنط تكلمها. مفيش طنط كده تكلمها في المشهد ولا حاجة. مفيش ماما بتسأل عليها، طب ما أنا ممكن أعمل الماما، ممكن أعمل الطنط اللي بتسأل عليها. يبقى لها عيلة بتدور عليها، ما بشوفش العيلة اللي حواليها ولا بشوف الناس اللي حواليها. فطبعاً بقول يعني طب أنا لغاية آخر لحظة، ما مديحة يسري الله يرحمه، مديحة يسري بديت معاها إيه بقى؟ خطيب ماما، كان 5 فيلم، وآخر فيلم هي برضو كانت عاملة أمي، كان صبر في الملاحات. طب يعني اللي عملت ده وهي كانت صغيرة وست شيك وأنيقة، وكانت عاملة أمي، وبعد كده عملت أمي في الصبر في الملاحات، وكنت أنا ظابط، طلع عاملة دور ظابط. طيب يعني الشخصيات دي لازم تتوظف عشان يمزجوا القديم بالجديد، من هنا يحصل المزج القديم بالجديد، ولازم الشغل مع الجيل الجديد، ولازم، لان انا مؤمنه بيه، انا مؤمنه بالاعمال اللي بيعملوا حاجات حلوه جدا. مين بيعجبك بالجيل الجديد؟ شايفاه موهوب عنده ذكاء نبيل عبيد في الاختيار؟ لا يا اختي، انا هقول لك على كله عشان كلهم بحبهم. بتتابعيهم وبتكلميهم طبعا طبعا. يعني امبارح خدت دينا الشربيني دي بالحضن على طول، أمينة خليل بيني وبينها تليفونات، انا اقول لها انا معجبه، ونادين نجيم، نادين نجيم امبارح ترند انت وهي. قلت لها بصي انا معجبه، لان انا بتفرج على المسلسلات وبقعد وبكلم المنتج اللي هو صادق الصباح، واقول له انا عايزه نمره فلان، انا بقول لك انت بتعمل حاجات حلوه، بقول لك انا اتفرجت على حاجات حلوه، فانا مؤمن الحاجه الحلوه قدامي بمسك التليفون واتكلم وهني على طول. انا شايفه نادين الجيم واخده سكه نبيلة عبيد، عندها ذكاء في الاختيار، بتدور على مواضيع مهمه، واخده الموضوع ان هي عايزه تعمل تاريخ مش شهره وجري ورا الافيش. بتتقدم على حبيبتي. بتتقدم جميل جدا. بتتقدم. دي انا عارفها ولا لا؟ ايوه. لا مش هي. فيعني طبعا بتتقدم. لا على طول يعني. شفت لها صالون زهره، صالون زهره فظيعه طبعا، وشفت لها قبل كده اللي كان 5:30 فظيعه. لا هي طبعا نادين الجيم ادوارها، بنحيي نادين الجيم، انا وبلبل انا بحبها قوي. ممكن تعمل قصه حياه نبيلة عبيد؟ لا انا هعمل قصه حياتي هي. دينا الشربيني كانت عرضت الموضوع، وانا قلت دينا تقدر تعمل حاجات حلوه قوي قوي، ولكن انا الموضوع ده انا اللي هقول ارويه، انا اللي هتكلم، هتتكلمي عنه، انا اللي هتكلم انا واقول المشوار ازاي اتعمل، لان في صعوبات. دوكيومنتري مش فيلم مثلا؟ لا. او مسلسل؟ لا
حاجة دي كومنتري، لكن لو اتعمل مسلسل أو فيلم زي أم كلثوم سعاد حسني. لا دراما، لا دراما مش عايزة لا 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 دراما لا، يعني بالتجربة لما شفت دراما وحاجات زي كده لا لا. أنا عايزة أنت اللي تحكي عشان ما حدش يغير في التاريخ. أقول لأن في حاجات صعبة يعني، يعني هتقولي عن كل حاجة يا بلبل؟ لا هو مش غراميات ولا جا يا لا زي في الراقصة والسياسي. وانت بقى عايزة تعملي قصة حياتك ليه؟ رعبت الدنيا كلها، فانت دلوقتي هنعمل تاني الراقصة والسياسي تاني؟ لا لا لا، ما هي مش كده، أنا موضوعاتي غير كده، موضوعاتي المجهود اللي أنا بذلته في مشواري الفني، في مجهود أنا المجهود بزل. الفني يعني عايزة تقولي للجيل الجديد إن الطريق علشان توصل إنك تبقى نمبر ون أو نجمة مصر الأولى في صعوبات كتير، في خطة التحمل. ما لا، في تحمل حاجات كتير ربما هم دلوقتي ممكن، لكن أنا كنت بتحمل قوي قوي في حاجات كتير جدا جدا صدفتني، ولكن ما عرفش هل يقدروا يتحملوا اللي أنا تحملته ده. ولكن أنا عايزة أقول إن أنا لما وصلت كده كان بالتعب، فعايزهم يشوفوا ده ويتفرجوا عليه. التواجد في السوق النهاردة هل لتسويق فكرة برنامج أو الديكومنتري بتاع قصة حياة نبيلة، ولا أنت خلاص واخدة قرار مع مين هتعمليه وبتجهزي؟ لا هو أنا أوريدي أيوة في قرار، ولكن جاي عشان يعني أتكلم في المواضيع وأنا عانيشها شوية. عجبك عجبك السوق؟ أوي 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 أوي، وعندي وسقطت في بحر العسل ده إنتاجي، عايزة برضو أديهم نسخة، أعمل لهم نسخة. فطبعا استفدت طبعا. أكيد أكيد.